السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على وضعية ركائز بالماضي وين يرفض التسرع في إعداد القائمة سبتمبر. أنا غير سمحوا لي سي جمال بالماضي، والله لا عندك لي ديامو، علاك تقارى في اللعابه اللي مازالوا ما صابوش دي زيكيب؟ علاه علاك تقارى في لعابه اللي مازال ما بداوش يلعبوا؟ علاه راهم عندك لعابه، جيب اللعابه خويا، جيب اللعابه باش تنجح. يا وانت تنجح حاسم، يا وانت تنجح، انت تنجح يا ولي. كملوا يا ماتو، كملوا يا ماتو، جيب جديده صاحبي. انا والله نضروك نضروك كي نهضروا نقولوا لك مليح، الا جبت انت عاود رديت بونجاح ورديت سليماني ورديت هادو كملوا هادو صايك، تنجم يكملوا، تنجم انت عندك فرصه كبيره خويا. الو واه خوتي، انا يا انا كنت معاكم وربحت العيب معاكم ومنا وباش نروح معاكم كوب دي موند، انتوما ما روحتوش كوب دي موند، انا غادي نبدل ليكيب. سي بون صايك، اللي بي عاديني عاديني، ما كاش مشكل. هيا يا تاع بكري، انا خويا انا الشعب الشعب راه باغيني ومنا مامن فيا، انا غادي نقلب البيستا صاي سيبو. انا اللي يكون مليح نعيط له، ما كنتش مليح خويا روح دبر على روحك. هذه هي ونقار على داير، تقار على الاخر، تقار على فلان، تقار على فلان، يا ما كاش انو ديرو كل ما شكون اللي جاي شكون جاي تربح. انا والله وجيت في بلاصتك والله العظيم ما نستعرف بعربي، والله بنادم على بالي مادريا صدادقا اي تنوري ماندي طوبة عوار عدلي بن ناصر بونج راخ سموه بحرز بالرحمة وبوزلو في القدام. هذه التشكيلة تاعي تيب، والله ما على بالي بعرف شو ما نسمعش بواحد شكون انا. واه الو واه كوتش ما عيطليش. واه انت ولدي خويا مشاك تلعب، انا نعيط لولدي خويا كي تولي تلعب نعيط لولدي خويا، كي تبين روحك ونشوف لعاب كي والو وانت راك خير منو نعيط لولدي خويا، ما كاش مشكل. كوتش نسيتنا وحنا، واه انت انت لعبت كوب دي كوب دافريك وخرجت برومي تور، ما درتكم انايا ما ربحتش كوب دي مون تربح. انا هذه نعرف حكي معاك، ما بقاش شاد انا في ناس. انا كيما ظهر لي قال لهم انا ما نقولش للناس اعتزلوا والباب مازال محلولهم. انت تحوس عليهم يعتزلوا ولا الباب محلول ولا انت عندك لي ديامو؟ عندك عندك الديامو، راح كاين الذهب، اختار غير الحاجه المليحه، غير المعيار ثقيل، واجه بيه في لافريكا صاحبي. يا لافريك والله العظيم لا راه متطور هو، يا لافريك راه تطور، انت تطور تجيب بوتيك وتعاود تلعب بلها 2025 غادي تخبنك الا قعدت كيما هكا بالافكار تاعك. هاو بنادم يقول لك سقم روحك، اي الا تخمم بيت رد هذوك اللعابه انا نقول لك ما غادي دير والو، تقدم تخدم تعاود ترد هذوك ما غادي دير والو، خاطر على يديروا لك مشاكل. انا نقولها لك، عاود ادخل بورقه جديده. انا نقول لك ولد بلادي، راه نقول لك روح ادخل بورقه جديده، خلي ثلاث لعابه برك. مين تبغي دير قائمه دير ماندي بن ناصر محرز وكمارسا، وكمارسا هون بها حتى كلو في هذه هي. وادخل بعقليه جديده، الشباب هذو اي عقليه تاع الحبس، بنادم يدخل الحبس جديد مسكين ولا اللي يكونوا خادمين لي روبري دلوك ما تحلبهاش، انت فيك ما تحلبش، هذو جدد اللي يجوا ما تحلبهمش. مكاش يعيطوا لك جمال جمال، مكان لا جمال لا والو، الشيخ ولا كوتش ولا صايك سي بون. انا ماني جمال، انا كوتش، انا ما نداصركم ما نداصركم تاع ولا يعانقوا جمال كي دايره صافا شوفي صاحبي. لي زونتير باش يضحك اونترينير على بالك لعبنا عند لي زونتير مزير روحو بصح دي فوا في دي زونتير مو يضحك معاك يلعب معاك يسر معاك بصح مشي لبدا وما تعيطلوش باسمه، ما تعيطلوش بس ترينيت انايا عند مزعيم تاع مستغالي، ترينيت عند عمي العجاد دردور هنايا محمد عمران بغداد بقدوري فريد بلطرش عز الدين بقدوري
عواد الجلالي خوه تاع لي غارديا ترينينا عندهم هادو بصح للان نقول لهم الشيخ ام كبار البروغرام شوابين نقول له شيخ بصح انت تبقى بانك يقولك الشيخ ولا كوتش هذه هي عند عبد الله عباس بانك لعبت عنده قال لعبت عنده سينيور عبد الله عباس لعب معايا جوار وسينيور و اونترينير حماكم عاودي هاو نتوما كيبان تعيط له الشيخ نحترمه لازم يكون احترام هذا من باب الاحترام اقلب الورقه وما تحلبش وحمر عيني كما راه الاول هذه هي اللي نقولها لك وين يرفض الناخب الوطني جمال بالماضي التسرع في اعداد قائمه المعنيه بتربص المقبل المبرمج في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 27 سبتمبر والذي لم يفصل بعد في مكان إقامتها بالنظر إلى قرار المدرب الخضر بخوض مباراتين وديتين قادمتين بملعب الميلود هتفي بوهران لكن الإشكال يبقى دائما وإن تعود رفقاء محرز على مركز سيدي موسى والذي يتوفر على كل إمكانيات خاصة بعد تدشين جناح جديد مخصص لأشبال بالماضي وأكدت مصادر موثوقة بأن كي نقول مصادر موثوقة يعني عارف ايش راني نهضر بأن الناخب جمال بالماضي متواجد حاليا يعني بمقر سكناه يعني في قطر وأن يواصل معاينة لاعبين ويترقب وضعية العناصر الجديدة سيما تلك المجبرة على تغيير جنسيتها الرياضية في صورة متوسط ميدان ياسين عدلي وريان أيت النوري وحسام عوار هذا الأخير يعيش على واقع إمكانية تغيير أجواء والانتقال إلى الدوري الإنجليزي يعني عبر نادي إنجليزي وهو ما أشارت إليه عدة وسائل إعلامية فرنسية وإنجليزية ما قد يسهل من عملية التحاقه بالمنتخب الوطني والهروب من جحيم رئيس أولمبيك ليون ميشيل أوليس وفي سياق ذاته تلقى بالماضي في يومين ماضيين أخبار سارة بعد استعادة الظهير أيمن يوسف عطال الناسق المباريات بعد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية فترة التحضيرات مع ناديه نيس ما غادي دير والو إلا تبعت قاعد تبع لي في عطال أنا أقولها لك والله حاجة ما ديرها راه عندك صدادقة عندك صحة صدادقة عندك بن عيادة خويا عندك هذو مالهم عندك سامي تبع ذو إلا قاعد تبع لي في عطال ما غادي دير والو والعقلية ديك تاع عطال يلعب 17 دقيقة ما يلعبش شهر يجي يلعب ربع ساعة وتجيبه تيتيلان ما غادي دير والو أنا أقول لك بدل العقلية تربح والله اللي ربحت والله والله اللي ربحت والله وتبدل العقلية اللي ربحت يا بالماضي اللي ربحت بدل العقلية اقلب البيستا أنا نقول لك كان لا عطال لا عطالة عطال 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 مين سمعوا به عطال ينطلق عطال يصاب عطال ينطلق عطال يصاب عطال يصاب عطال ينطلق هذا ما نسمعوا عطال هنا شا سمعنا عطال هنا وهذا وهو ما أراح كثير المدرب الخضر بحكم تأخر التحاق المدافع حسين بالعيادة صحيح راه سنية بعد الفريق صحيح سنية مع السد على حسابه ما يصيب بدرجة أولى في مصلحة كل من أصدادقة المنظم حديثا إلى نادي ليل الفرنسي رغم أنه مهندس تتويج بالنجمة يعني كان قد استبعد فكرة توجيه الدعوة لكل من عطال وأصدادقة معا بحكم تشابه طريقة لعبهما كي عيط له عيط أصدادقة أنت ما تعيطش للآخر كيف ما تعيط لهم شويش وحسب ذات مصادر فإن الناخب الوطني سيعيد قائمة موسعة تضم حوالي 35 لاعب قبل تقليص العدد على اعتبار أنه يريد تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين في وديتين غينيا وغانا وذلك لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء السابقة بعد أن وجد نفسه مجبر على استعانة ببعض الوجوه الجديدة في مواعيد حاسمة أو تغيير مناصب لاعبين آخرين مثل ما حدث مع عطال في إياب لقاء السد أمام الكاميرون لتعويض غياب بن سبعيني بصح فماك لافو تاع بالماضي كان عنده فماك طوبة كان جايب عيفاوي كان جايب سبحان الله لافو تاع بالماضي فماك هو هذيك الغلطة تاعه غلطة كان قادر يلعب طوبة هو ما داش كونفيونس في روحه ما داش كونفيونس في الناس اللي جابهم وما تنساوش
عطونا الجيم، عطونا كومنتير، بارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم وصحيتكم.